السلام عليكم. نكمل اليوم في شابتر 5 زي ما تذكرين بدأنا المحاضرة الماضية في شابتر 5. موضوعنا في شابتر 5 عن الفيليرز اللي بتنتج نتيجة ستاتيك لودينج. الهدف الأساسي من خلال هذا شابتر إنه نقدر نتعامل مع الفيليرز أو الفيلير كرايتيريا. شو الفكرة أو شو الهدف من الفيلير كرايتيريا؟ زي ما حكيت المرة الماضية إحنا عندنا ماتيريال بروبرتيز مرينها باستخدام مثلا تنسار تيست أو كومبريشن تيست أو تورشن تيست. بالمحصلة الماتيريال بروبرتي اللي عندنا على سبيل المثال عندنا هي السترينث طالعينه من خلال التنسار تيست. طيب هذا عبارة عن يوني اكسل ستريس. طيب إذا في عندنا ماشين كومبوننت جينا رسمنا عليها ستريس إلمنت لقينا إنه ستريس إلمنت بيتعرض ل يوني اكسل ستريس زي هيك بتصير عملية سهلة وما بنحتاج فيلير فيوز. فإذا كان عندنا ستريس إلمنت بيتعرض ل يوني اكسل ستريس زي هيك بنقارن قيمة ستريس اللي عندنا مع قيمة اليلد سترينث. إذا كانت قيمة ستريس أصغر من اليلد سترينث نحكي إنه سيف والفاكتور اوف سيفتي أصغر من واحد. قيمة الفاكتور سيفتي زي ما احنا عارفين مساوي سترينث على ستريس. طيب اذا في حالة يوني اكسل ستريس الحالة سهلة ومحتاج فيلير ثيوري. امتى نحتاج فيلير ثيوري؟ نحتاج فيلير ثيوري مثلا لما يكون عندنا 2D state of stress او 3D state of stress. طيب بدنا نقارن state of stress اللي عندنا هون اللي هي 2D او 3D مع قيمة اليلد سترينث اللي موجودة عندنا في الجداول وقيمة اليلد سترينث هاي مطلعينها من خلال التنسايل تيست. فهون في عندنا أكثر من قيمة للستريس، أي واحدة منهم اللي بدنا نقارنها مع اليلد سترينث أكيد مش راح ناخذ واحدة من هذول نقارنها بشكل مباشر مع اليلد سترينث. في هذه الحالة حالة 2 dimensional stress أو 3 dimensional stress نحتاج نستخدم failure theories أو failure criteria وبلشنا نتعرف عليها المحاضرة الماضية. طيب حكينا بتقسموا لمجموعتين، إشي خاص بالductile materials نسميها yield criteria عشان إحنا هون نتعامل مع yield strength، وإشي خاص بالbrittle materials نسميها fracture criteria عشان إحنا هون نتعامل مع ultimate strength. طيب بدأنا شفنا two theories من نستخدمهم للductile materials اللي هما maximum shear stress theory نسميها برضو TRISC و distortion energy theory نسميها برضو Von Mises. طيب اليوم راح نكمل بقية الفيلير ثيوريز. طيب للتذكير بشكل سريع أول ثيوري مرت علينا اللي ما اسمها شير ستريس ثيوري. حسب هذه الثيوري الفيلير بيصير إذا قيمة سيجما 1 مع سيجما 3 أكبر أو يساوي يلد سترينث. لاحظوا أن سيجما 1 وسيجما 3 هم عبارة عن برنسبل ستريسز. طيب فبالمحصلة عشان نستخدم هذه الثيوري ونحسب الفاكتور اوف سيفتي على سبيل المثال لو محتاجين نحسب الفاكتور اوف سيفتي لاحظ انه في البداية نحتاج نروح نحسب البرنسبل ستريسز، وهذا الشيء اللي مثلا كان مر علينا في المسائل تبع تشابتر 3. مثلا في المسائل تبع تشابتر 3 كنا نحل الموجود ستيت اوف ستريس مثلا على نقطة موجودة على شعر، فمثلا كانت معانا ستيت اوف ستريس زي هيك. طيب بعد ما نطلع هذه state of stress بطريقة الحالة هذه ما هيش principal orientation، هذول ما هوش principal stresses عشان في عنا shear. طيب فإذا في عنا حالة زي هيك قبل ما نقدر نستخدم maximum shear stress theory بدنا نروح نحسب قيم principal stresses sigma 1 sigma 2 sigma 3 وبعد هيك نقدر نستخدم theory ونحسب factor of safety. طيب هذا بالنسبة لأول theory مرت علينا اللي هي maximum shear stress theory. طيب بالنسبة ل distortion energy theory هنا بدنا نحسب effective stress اللي احنا نسميه Von Mises stress ونقارن قيمة Von Mises stress مع yield strength تبع الماتيريال. طيب Von Mises stress اللي هو كمان مرة بيعطينا قيمة effective stress اللي يسبب distortion في الماتيريال. فعليا في عنا أكثر من equation ممكن نستخدمها عشان نحسب قيمة sigma prime من Von Mises stress. في عنا هاي equation إذا عندنا principal stresses 3D، هاي equation إذا عندنا principal stresses في حالة plane stress أو 2D، وفي عندنا برضو هذولا general equations هذولا نستخدمهم حتى لو ما كان عندنا principal stresses. فإذا عندنا أي general state of stress 2D plane stress ممكن نعوض على طول بهاي equation عشان نحسب Von-Mises stress. إذا عندنا 3 dimensional state of stress يعني عندنا 6 components 3 normal 3 shear ممكن نستخدم هذه equation. زي ما قلت لكم المحاضرة الماضية هذه الإيكويشن هي the most general عام واحدة. من خلال هذه الإيكويشن ممكن نطلع أي واحدة في الإيكويشن الثانيات وممكن نحسب من خلالهم قيم Von Mises stress. طيب ضل علينا example من المحاضرة الماضية، خلينا نكمل نطلع هذا الإكزامبل بعدين نكمل. إكزامبل عنا اللي هو إكزامبل 5.1 من الكتاب.
طيب شوفي احنا في هذا الاكزامبل بحكي لنا هارد رولد ستيل هاز ييلد سترينث، معطينا قيمه الييلد سترينث، بحكي لنا الييلد سترينث تبع التنشن بيساوي الييلد سترينث تبع الكومبريشن بيساوي 700 ميجا باسكال. وعموما هذا هو الديفولت تبعنا، يعني الدكتور ماتيريالز في الاغلب في الغالب انه قيمه الييلد سترينث تبع التنشن هو نفسه تبع الكومبريشن، وهذول التو ثيوريز اللي مروا علينا قبل هيك دائما بيفترضوا هاي الاسامبشن، يعني سواء الديستورشن انرجي ثيوري او الماكسيم شير ستريس ثيوري، لازم انه يكون قيمه الشير لازم يكون قيمه الييلد سترينث تبع التنشن مساوي لقيمه الييلد سترينث تبع الكومبريشن. طيب اذا في عندنا قيمه الييلد سترينث اس واي بيساوي 700 ميجا باسكال. طيب شو معطينا معلومات ثانيه في السؤال؟ بحكي لنا ذا سترين ات فراكشن ايبسلون اف بيساوي 0.55. هسه فعليا هاي المعلومه سترين ات فراكشن ليش معطينا اياها؟ هل نحتاجها واحنا بنحل السؤال عشان نحسب مثلا قيم فاكتور اوف سيفتي نتاكد فيلير؟ لا، هاي المعلومه معطينا اياها بس عشان نتاكد من التصنيف تبع الماتيريال، هل نعتبرها داكتال ماتيريال او بريتل ماتيريال، عشان زي ما حكينا في عندنا ثيوريز خاصه للداكتال ماتيريالز في عندنا ثيوريز خاصه للبريتل ماتيريالز. اذا متذكرين في شابتر 3 حكينا اي ماتيريال يكون برسنتج ديفرجيشن ات فراكشر تبعها اكبر من 5% اللي هو يعني 0.05 نعتبرها داكتال ماتيريال. ولاحظوا أن percentage elongation at fracture اللي هو 55%، فهي يعني بس مجرد تأكيد لنا إنه الماتيريال اللي نحكي عنها هنا هي ductile material. طيب إذا إحنا ductile material يلد سترينث تبعها 700 ميجا باسكال. طيب شو اللي مطلوب في السؤال؟ estimate the factor of safety for the following principal stresses. مطلوب إنك تحسب قيمة the factor of safety، وهنا معطينا قيم principal stresses جاهزة، يعني مش معطينا stress في orientation اللي بيكون فيها shear. إذا معطينا إياها في الأورينتيشن فيها الشير مثلا نحتاج نروح نحسب البرنسبل ستريسز لحالنا على سبيل المثال إذا بدنا نستخدم ماكسيمم شير ستريس ثيوري. طيب بس هون الستريسز اللي معطينا إياهم هم برنسبل ستريسز جاهزات ومعطينا 5 ديفرنت كيسز، فكل واحدة من هذول بدنا نحسب قيم الفاكتور اوف سيفتي، وراح نحسب قيم الفاكتور اوف سيفتي باستخدام التو ثيوريز اللي مروا علينا. راح نحسب قيمة الفاكتور اوف سيفتي باستخدام الماكسيمم شير ستريس ثيوري أو تريسكا، وراح نحسب برضه قيمة الفاكتور اوف سيفتي باستخدام ديستورشن انرجي ثيوري أو الفانسس. طيب نبلش في الديفرنت كيسز اللي عندنا. أول كيس البرنسبل ستريسز اللي عندنا 490 وصفر، هاي قيم 3 برنسبل ستريسز. طيب بدنا نحل باستخدام دي اي وبدنا نحل باستخدام ام اس اس. طيب خلينا نبلش اول شيء نحل باستخدام دي اي ديستورشن انرجي ثيوري او الفانسس. طيب لاحظوا انا في عندنا برنسبل ستريسز ثنتين بس، فهون ببساطه احنا بنحكي عن بلين ستريس. طيب عشان نحسب قيمه الفانسس ستريس اللي احنا بدنا نقارنه مع اليلد سترينث عشان نحسب الفاكتور اوف سيفتي، كمان مره خلينا نرجع نطلع على الايكويشنز اللي عندنا. في عندنا هاي الايكويشن ممكن نستخدمها بس بدنا نعوض قيمه التاو بتساوي زيرو، او اسهلنا نروح ناخذ هذه الايكويشن. هذه الايكويشن نستخدمها على طول بسرعه لما يكون عندنا بلين ستريس يعني 2 دي ويكون عندنا قيم برنسبل ستريسز، فا بي اي ام سوري سيجما اي وسيجما بي هم عباره عن برنسبل ستريسز. طيب احنا راح ناخذ هذه الايكويشن ونعوض فيها. طيب و 2 principal stresses اللي معطينا اياهم لاحظ يعني 490 0، فيعني فعليا محل سيجما اي بنحط 490 محل سيجما بي بنحط 490، فاذا هاي عوضنا هاي الايكويشن تحت الجذر فطلع معنا ببساطه قيمه الفانيس ستريس برضه بيساوي 490. طيب فاذا قيمه الفاكتور اوف سيفتي حسب ديستورشن انرجي ثيوري بتساوي قيمه الليد سترينث 700 على قيمة الفالنيس ستريس اللي هو 490، فبيطلع 1.43 بما انه اكبر من واحد معناته سيف مش راح يصير عندنا كثير. طيب نفس الكيس بدنا نحسب الفاكتور اوف سيفتي باستخدام الماكسيمم شير ستريس ثيوري. طيب عشان نحسب استخدام الماكسيمم شير ستريس ثيوري خلينا نرجع نذكر شو بنحتاج. طيب ففي الماكسيمم شير ستريس ثيوري لاحظ هذه هي الايكويشن اللي بنستخدمها عشان نحسب قيمة الفاكتور اوف سيفتي. طيب الـ strength موجودة هنا، بدنا نعرف قيمة سيجما 1 وسيجما 3 اللي هم principal stresses. كمان سيجما 1 أول قيمة للـ principal stresses وإحنا ماشيين in positive direction، وسيجما 3 آخر أو أصغر قيمة للـ principal stresses. طيب هون بناء على قيم principal stresses اللي معطينا إياهم في السؤال، لاحظ إن 490 هو صفر، فإذا قيمة سيجما 1 اللي هي أكبر وحدة 490
قيمة سيجما 3 اللي هي أصغر وحدة اللي هي راح تكون صفر. فإذا هذه سيجما 1 94 وسيجما 3 اللي هي صفر. فإذا بالتالي لما بدنا نيجي نحسب قيمة الفاكتور سيفتي بحسب ما سمى شيبس ثيوري راح يكون عندنا 490 ناقص صفر، أو يعني 700 على 490 ناقص صفر اللي هو يعني 4 على 490. فبالتالي أنا هنا طيب، فإذا 490 ناقص صفر اللي هي بصفة 490، 700 على 490 فبطلع قيمة الفاكتور سيفتي 1.43. طيب لاحظ بالنسبة لهذا الكيس A إنه الـ 2 factors of safety تبعات الـ distortion energy theory تبعات الـ maximum shear stress theory أعطونا نفس القيمة للـ factor of safety. ليش هذول الثنتين أعطونا نفس القيمة للـ factor of safety؟ السبب ببساطة إنه إحنا هنا نحكي على كيس هاي شكلها. طيب لاحظ انه قيمة سيجما A و سيجما B كانوا متساويات، سيجما A و سيجما B متساويات، فإحنا بنسيدي نحكي على إشي موجود على هذا الخط. ولاحظ لما مد هذا الخط هاي النقطة هي نقطة مشتركة ما بين الماكسيم شير ستريس ثيوري و الديستورشن انرجي ثيوري. فالنقطة اللي موجودة على هذا الخط كمان هذا الخط بنسميه لودينج لاين. يعني مثلا عندنا قيم معينة سيجما A و سيجما B، جينا حطينا مثلا هاي 490 490 هاي طلعنا هاي النقطة. طيب هسا مثلا جرافيك ليك راح تشوف هسا الجرافيك سوليوشن بالعكس. مثلا جرافيك ليك لاحظ انه هاي النقطة جاي جوا فيلير انفلوب، لاحظ فيلير انفلوب شو احداثيات هاي النقطة اللي هي 700 اوكي حتتم بليز. طيب فبما انها جوا فيلير انفلوب معناته سيف، ومن الاوريجن من مد خط مر من خلال هاي النقطة هذا الخط بنسميه اللود لاين. فلاحظ لما مد اللود لاين فعليا هو جاي على هاي النقطة اللي هي النقطة المشتركة. فالتو ثيوريز بيعطونا نفس قيمة الفاكتور اوف سيفتي بالنسبة للكيس الأولانية الرقمية. طيب كيس ثاني رقمي برنسبل ستريس 210 490 وصفر. كمان مرة بدنا نحسب مرتين، أول شيء استخدام ديستورشن انرجي ثيوري بعدين باستخدام الماكسيم شير ستريس ثيوري. طيب استخدام ديستورشن انرجي ثيوري كمان مرة عندنا بلين ستريس 2D هاي قيمة برنسبل ستريس. فمثلا سيجما A بتساوي 210 وسيجما B بتساوي 290. بفرقش هنا اني ناخذ سيجما A واني ناخذ سيجما B، راح نعوض في الايكويشن عشان نحسب قيمة بانيس ستريس كمان مرة، نفس الايكويشن اللي استخدمناها المرة الماضية، بس هنا استخدمنا 490 و 210، حسبنا قيمة البانيس ستريس طلعت معانا 426. طيب بعد هيك الفاكتور سيفتي بحسب البانيس ثيوري يساوي يلد سترينث على البانيس ستريس فطلع 1.64. طيب فهذا اول شيء باستخدام ديستورشن انرجي ثيوري. طيب بدنا نحل بعد هيك نفس الكيس باستخدام ماكسيم شير ستريس ثيوري. باستخدام ماكسيم شير ستريس ثيوري بدنا نحدد انو قيمه ستريس سيجما 1 اكبر وحده، انو قيمه ستريس سيجما 3 اصغر وحده. طيب أكبر وحدة هنا عنا اللي هي 490 هاي سيجما 1، أصغر قيمة عنا هنا اللي هي الصفر هاي سيجما 3. إذا كمان مرة لما نحكي سيجما 1 ناقص سيجما 3 راح يكون عنا 490 ناقص صفر يعني 490. طيب إذا نرجع هنا لبي سيجما A اللي بدنا نعوضها هنا اللي هي فعليا يعني ببساطة سيجما 1 ناقص سيجما 3 بيعطينا 490. فإذا 700 على 490 بيطلع معانا 1.43. طيب لاحظ بالنسبة للكيس B هذه هي البريدكشن تبعت الفاكتور سيفتي بحسب ديستورشن انرجي ثيوري 1.64، بينما الفاكتور سيفتي بحسب الماكسيم شير ستريس ثيوري بحكي لنا انه بس 1.43. وزي ما حكينا دائما انه الماكسيم شير ستريس ثيوري هي مور كونسرفيتيف، يعني لاحظ ديستورشن انرجي ثيوري بحكي لنا انه فعليا يعني ممكن نرفع ستريس بمقدار 1.64 لحد ما يصير ييلدنج. هاي بتحكي لنا لا احنا ممكن نرفعه بس بمقدار 1.43. طيب الحال هذا رقم مور كونسرفيتيف، مين الاداء؟ ديستورشن انرجي ثيوري اداء، بس هذه زي ما حكينا مور كونسرفيتيف، في بعض الناس بيستخدموها عشانها مور كونسرفيتيف. طيب خلينا نطلع على سي قيم ستريس اللي عندنا صفر 490 نيجاتيف 210. طيب كما مرة نحكي هون على بلين ستريس 2D واحدة منهم صفر. طيب أول مرة بدنا نحسب باستخدام ال distortion energy theory. باستخدام distortion energy theory هذول القيمتين بيننا
واحدة نسميها سيجما ايه وواحدة نسميها سيجما بي، ما بفرقش معانا اني اخذناها سيجما ايه واني اخذناها سيجما بي، ونعوضها باستخدام نفس الايكويشن اللي عوضنا فيها المرتين السابقات. بس تعمل عندنا هنا 490 نيجاتيف 210، يعني لاحظ هنا نيجاتيف 490 مضروبه في نيجاتيف 210 زائد نيجاتيف 210 سكوير كله تحت الجذر، فاعطانا قيمه الباميس ستريس اللي هي بتساوي 622 ميجا باسكال. طيب فاذا قيمه الفاكتور سيفتي باستخدام الديستورشن انرجي ثيوري بتساوي 700 على 622 بيطلع معنا 1.13، هاي قيمه الفاكتور سيفتي. نفس المساله بدنا نحلها باستخدام ماكسيم شيب ستريس ثيوري. فاذا بدنا نحدد قيم ستريس اللي عندنا اني سيجما 1 اني سيجما 3. سيجما 1 اول وحده من اتجاه البوزيتيف فهاي سيجما 1 94، سيجما 3 اخر وحده باتجاه النيجاتيف، فيعني لاحظ هنا مش راح تكون الزيرو راح تكون النيجاتيف 210، فالنيجاتيف 210 اللي هي سيجما 3 وهذه اللي هي سيجما 1. طيب بنحكي سيجما 1 ناقص سيجما 3 يعني 490 ناقص 210، يعني نحصل في 490 زائد 210، 490 زائد 210 فهذا فعليا راح يعطينا 700. طيب اذا فاكتور اوف سيفتي اللي هي 700 على 490 زائد 210 على 700 فبيطلع معانا فاكتور اوف سيفتي 1. طيب اذا برضه بالنسبه لسي هاي قيمة الفاكتور سيفتي اللي بتعطينا اياها ديستورشن انرجي ثيوري 1.13، بينما الماكسيم شيب ثيوري بيعطينا 1، ولاحظ هذا اكبر هذا اصغر. الماكسيم شيب ستريس مور كونسرفتيف زي ما حكينا. طيب نشوف الكيس اللي بعدها، الكيس اللي بعدها اللي هي هذه. طيب صفر نيجاتيف 210 نيجاتيف 490. طيب برضه بلين ستريس وهي عندنا قيم برنسبل ستريسز، فاذا راح نحسب الفانيز ستريس باستخدام نفس الايكويشن سيجما اي وسيجما بي، واحده نيجاتيف 210 والثانيه نيجاتيف 490، ما بتفرقش معنا اي واحده ناخذها سيجما اي اي واحده ناخذها سيجما بي. طيب فاذا بالنسبه لكيس دي هي جينا عوضنا هون نيجاتيف 490 وبرضه نيجاتيف 210، حسبنا قيمه الفانيز ستريس طلعت 426 ميجا باسكال، فبالتالي حسبنا قيمة الفاكتور اوف سيفتي 700 على 426 طلع 1.64. طيب ثاني شيء استخدام الماكسيم شيب ستريس ثيوري، هون بدنا نحدد اني سيجما 1 اني سيجما 3. اول واحدة من اتجاه البوزيتيف هي سيجما 1، فهنا ببساطة الصفر هي سيجما 1، واصغر واحدة من اتجاه النيجاتيف هي سيجما 3، وهي هي قيمة سيجما 3. طيب اذا سيجما 1 ناقص سيجما 3 فيعني صفر نيجاتيف 490 فيعني بيطلع 490 في المقام. طيب فاذا هنا بالنسبه للكيس دي، طيب نيجاتيف 490 يعني 700 تقسيم 490 فطلع معانا 1.43. الباميسس بتعطينا 1.64، ماكسيم شيب ستريس ثيوري بتعطينا 1.43. طيب اخر كيس اللي هي برنسبل ستريسز قيمه 210 و210. طيب لاحظ هنا في عندنا 3 برنسبل ستريسز قيمهم متساويه، لما يكون عندنا برنسبل ستريسز قيمهم متساويه هاي الكيس بنسميه هيدروستاتيك ستريس. طيب فبدنا نحسب قيمه الفاكتور سيفتي باستخدام ديستورشن انرجي ثيوري وبرضه باستخدام ماكسيم شيب ستريس ثيوري. باستخدام ديستورشن انرجي ثيوري لاحظ انه احنا هنا 3 برنسبل ستريسز، فاذا الايكويشن اللي نحتاج نستخدمها عشان نحسب قيمه الوان ميس ستريس اسرع شيء على سريع نروح على الايكويشن. طيب هنا عندنا سيجما 1 سيجما 2 سيجما 3 متساويه، فاذا هذا اعطانا 0 هذا اعطانا 0 هذا اعطانا 0، فاذا ببساطه الوان ميس ستريس قيمته 0. طيب فاذا اللي هي السترينث 700 تقسيم 0 ف انفينيتي، واحنا فعليا عارفين هذا الشيء، احنا دائما الديستورشن انرجي ثيوري هي اصلا مبنيه على فكره انه اذا الماتيريال بنعرضها لهيدروستاتيك ستريس ما بصيرش فيها يلدينج نهائيا. شو السبب؟ انه ما بصيرش عندنا انجلر ديستورشن، هيدروستاتيك ستريس بسبب بس فوليوم تشينج ما بسبب اي انجلر ديستورشن. طيب هذا بحسب الماكسيمم ام سوري بحسب الديستورشن انرجي ثيوري.
بحسب الماستر شيرز تيستوري بين حسب الفاكتور سيفتي. طيب هون زي ما حكينا بدنا ستريس كومبوننتس اللي عملنا البرنسبل ستريسز نسميهم سيجما 1 سيجما 2 سيجما 3 بلش اكبر وحده لاصغر وحده. لاحظ هون كلهم متساويات اوكي. اذا ببساطه سيجما 1 سيجما 3 متساويات، فلما نحكي سيجما 1 ماينس سيجما 3 شو بيعطينا؟ صفر. طيب فاذا قيمه الفاكتور سيفتي اللي هو كمان مره 700 تقسيم صفر اللي هي بتعطينا. طيب اذا بالنسبه لهاي الكيس تبع الهيدروستاتيك ستريس ديستورشن ايرور ثيوري بتحكي لنا فاكتور سيفتي انفينيتي مش راح يصير عندنا اللي نهائيه، وبرضه الماكسيم شيفت ثيوري بتحكي لنا فاكتور سيفتي انفينيتي مش راح يصير عندنا فيلير نهائيه. طيب احنا كان خلصنا الفايف ديفرنت كيسز اللي عندنا، بس بدنا نقارن مقارنه سريعه ما بين الريزلتس وبعد هيك نشوف هذا الحكي جرافيكي نرسمها على الفيلير بلوك الموجود عندنا. طيب الكيس الاولانيه لاحظ شو ستريسز اللي كانت عندنا 490 490 وصفر. طيب ففي عندنا ثنتين بوزيتيف 490 490 اللي بعدها ثنتين بوزيتيف 490 و210. طيب خلينا نقارن هذول الثنتين، اول وحده وثاني وحده. طيب اول وحده اللي هي كانت 490 و490 خلينا نقارن على الديستورشن نيرف ثيوري. طيب فمثلا الديستورشن نيرف ثيوري الاولانيه اللي هي كانت 490 و490 و490 حكينا او اعطانا انه قيمه الفاكتور سيفتي 1.43، بينما لما صارت 490 و210 حكينا انه الماتيريال راح تتحمل اكثر فبالتالي الفاكتور سيفتي 1.64. طيب بينما الماكسيم شير ثيوري في الحالتين اعطانا نفس البريدكشن او نفس القيمه للفاكتور سيفتي. طيب خلينا نطلع على الكيس سي. كيس سي طيب لاحظوا ان الكيس سي تشبه الكيس بي من ناحيه القيم. هون عندنا 210 40 90 اثنتين بوزيتيف، هون عندنا 210 40 90 بس واحده بوزيتيف وواحده نيجاتيف. طيب فمهم نشوف الفرق ما بين هذول الاثنتين بي وسي، القيم كماجنتيودز نفسهم بس هون الاثنتين بنفس الاشاره بوزيتيف، هون واحدة بوزيتيف وواحدة نيجاتيف. لاحظ في دي نرجع انه الثنتين كلهم نفس الاشارة الثنتين نيجاتيف، ففعليا يعني ممكن نقارن بي وسي ودي مع بعض. بي ودي في عندنا نفس القيم ثنتين بوزيتيف ثنتين نيجاتيف، وسي في عندنا واحدة بوزيتيف وواحدة نيجاتيف، فخلينا نطلع هون على المقارنة ما بين بي وسي ودي. طيب لاحظ بي ودي بيعطونا نفس الفاكتور سيفتي، فيعني عندنا نفس القيمتين 210 و94، اذا كانوا ثنتين بوزيتيف او ثنتين نيجاتيف بيعطينا نفس النتيجه، عشان زي ما احنا عارفين هون مفترضين الماتيريال نفس البيهيفير في التنشن نفس البيهيفير في الكومبريشن، هي السترينث تبع التنشن ونفس السترينث تبع الكومبريشن، فطلع معنا نفس الفاكتور سيفتي. بس ايش اللي بدنا ننتبه له هون اللي هي هاي لما يكون عندنا وحده بوزيتيف وحده نيجاتيف 94 ونيجاتيف 210 على سبيل المثال، لاحظ كم قيمة الفاكتور سيفتي أصغر بكثير من هاي وهاي. طيب لاحظ هون بننتبه يعني شغلة مهمة إنه فعليا لما يكون عندنا تو ستريس كومبوننتس الثنتين في نفس الاتجاه يعني الثنتين تنشن أو الثنتين كومبريشن فعليا هون الديستورشن بيكون عندنا قليل أو الأنجلر تشينج بصير يعني في الغالب أو في المعظم بصير عندنا فوليوم تشينج. طيب بينما لما يكون ستريس كومبوننتس واحدة في البوزيتيف تنشن واحدة كومبريشن في هاي الحالة راح يصير عندنا ديستورشن أعلى، الفوليوم تشينج راح يكون أقل، الديستورشن راح يكون أعلى، فبالتالي الفاكتور سيفتي راح تكون قيمته أصغر. لاحظ يعني سواء باستخدام ديستورشن نيرف ثيوري أو برضه باستخدام ماكسيم شير ستريس ثيوري، عندنا الفاكتور سيفتي تبع هاي الكيس لما تكون واحدة بوزيتيف وواحدة نيجاتيف أقل من الفاكتور سيفتي لما يكون الثنتين بوزيتيف أو الثنتين نيجاتيف. فبشكل عام يعني لما يكون عندنا ستريسز أو ستيت أوف ستريس فيها من جهه بوزيتيف ومن جهه نيجاتيف فعليا هاي اخطر من ستيت اوف ستريس لما يكون مثلا عندنا تنشن في الجهتين او كومبريشن في الجهتين. طيب الكيس الاخيره اللي هي الهيدروستاتيك ستريس اللي هي الثنتين يعطونها انفينيتي. طيب هسه هذا الحل راح نرسمه جرافيكلي. طيب عشان نشتغل جرافيكلي فعليا يعني كل مساله ممكن نحلها جرافيكلي. هاي حطيناها سيجما اي اكسس وهاي سيجما بي اكسس. طيب نرسم فيلير انفلوب كمان مره
عشان ارسم في الريبلوب انا عرفت هنا اليلد سترينث تبعتنا، اليلد سترينث تبعتنا اللي هي 700، هاي جينا حطينا هون 700، كمان مرة هون برضو اليلد سترينث 700، هون برضو اليلد سترينث 700، هون برضو اليلد سترينث 700. طيب كيف شكل فيلير انفلوب بالنسبة للماكسيمم شير ستريس ثيوري؟ اللي هو هذا الشكل السداسي زي ما احنا عارفين. وبالنسبة لدستورشن انرجي ثيوري هذا الشكل البيضاوي. طيب هيك احنا رسمنا فيلير انفلوب لهذه الماتيريال اللي قيمة اليلد سترينث راحتها 700. طيب هسه لو بدنا نحل المسألة جرافيكلي بشكل كامل. طيب ناخذ اي واحده من الكيس اللي عندنا، مثلا لو اخذنا اول واحده A اللي هي كان فيها 490 و490. طيب فبنيجي هنا هاي نشينا على سيجما A 490 وبعد هيك طلعنا سيجما B 490، طلعت معنا هاي النقطه، هاي النقطه اللي هي احداثيات 490 و490. طيب هون زي ما احنا شايفين النقطه سواء باستخدام ماكسيم شير ستريس ثيوري او ديستورشن انرجي ثيوري جاي جوا الفيلير انفلوب معناته سيف، والفاكتور اوف سيفتي راح يكون قيمته اكبر من واحد. لو طلعت على الخط وقتها بنحكي انه الفاكتور اوف سيفتي قيمته واحد، لو طلعت برا وقتها بنحكي انه راح يصير عندنا ييلدنج والفاكتور اوف سيفتي بالتالي قيمته اكبر من واحد. طيب اذا استنتجنا انه الفاكتور اوف سيفتي قيمته اكبر من واحد، بس يعني لو بدنا نحسب قيمه الفاكتور اوف سيفتي من الرسمه فعليا نقدر نحسبه من الرسمه، كيف ممكن نحسبه من الرسمه؟ هسه بعد ما حددنا هاي النقطه نيجي نرسم هذا الخط، هذا الخط نسميه اللود لاين. ببساطة هو بيمثل لنا القيمة لو ضربنا ملتيبليكيشن فاكتور في قيمة ستريس. طيب فهذا هو اللود لاين. ببساطة قيمة الفاكتور اوف سيفتي ممكن هسه نيجي نحسبها باستخدام مثلا المسطرة لو معنا مسطرة. نقيس المسافة من هنا لهنا ونقسمها على المسافة من هنا لهنا. فإذا بنقيس هاي المسافة من الأوريجن لنقطة التقاطع مع الفيلير انفلوب اللي احنا شغالين عليه سواء الماكسيمم شير ستريس ثيوري او الدستورشن انرجي ثيوري، لاحظ هذول الاثنين بيلتقوا هون على نفس النقطة، فيعني تو ثيوريز بيعطونا نفس البريدكشن بالنسبة للكيس الأولانية زي ما شفنا. طيب إذا نقيس طول الخط من هون لهون، نقسم على طول الخط من هون لهون، هذا بيعطينا قيمة الفاكتور اوف سيفتي. أو إذا بدنا نشتغل على طول الخط كامل ناخذ بريدكشن، يعني هذا الخط البريدكشن تبعه على سيجما اي اكسس اللي هي طوله 700، وهذا الخط البروجكشن تبعه على سيجما اي اكسس اللي هي 490، ف 700 على 490 بيعطينا هاي. طيب هذا بالنسبه للكيس اي. الكيس بي القيم اللي عندنا كانت 490 و210. طيب فهون بدنا نجي نمثلها هون، فهي مشينا 490 وبعد هيك طلعنا 210، فاذا هذه هي النقطة اللي بتمثل هاي. طيب كمان مرة واضح انها سيف، اذا بدنا نحسب الفاكتور سيفتي كمان مرة هاي جينا رسمنا هذا اللود لاين. لاحظ انه اللود لاين بالنسبة للماكسيم شير ستريس ثيوري بتتقاطع في نقطة، وبالنسبة للدستورشن انرجي ثيوري بتتقاطع في نقطة مختلفة. طيب الفاكتور سيفتي، الفاكتور سيفتي مثلا بحسب ديستورشن انرجي ثيوري بقيس المسافة من هنا لهنا، بقيس هاي المسافة وبقسمها على المسافة من هنا لهنا، فإذا استخدام مسطرة بقيس هاي المسافة وبقسمها على هاي المسافة بعطيني قيمة الفاكتور سيفتي بحسب ديستورشن انرجي ثيوري. بدي قيمة الفاكتور سيفتي بحسب ماكسيم شير ستريس ثيوري، بقيس المسافة من الأوريجن لهنا، بقيس هاي المسافة وبقسمها على هاي المسافة بيعطيني القيمة اللي هي 1.43. فإذا الكبيرة اللي هي 1.64 اللي هي هاي المسافة تقسيم هاي، وال 1.43 اللي هي هاي المسافة تقسيم هاي. طيب الآن على أي واحدة من هذول ممكن نشتغلها جرافيكلي، نحسب كل شيء على رسمة إذا عندنا المسطرة. طيب إذا أتصور هيك المفروض صارت العملية واضحة بالنسبة لهذول التو ثيوريز. خلينا نشوف ثيوري اللي هي ماكسيموم أنسوري اللي هي الكولومور ثيوري. طيب هاي برضه ثيوري نستخدمها لدكتور ماتيريالز، بس هاي الثيوري اللي هي كولومور ثيوري نستخدمها لبعض انواع الدكتور ماتيريالز اللي بيكون في اختلاف في قيمه اليلد سترينث تبع التنشن تبع الكومبريشن. اسفليا معظم الدكتور ماتيريالز قيمه اليلد سترينث تبع التنشن هي نفسها قيمه اليلد سترينث تبع الكومبريشن، بس في بعض
بدك تعمل تي تيست مش كثير اللي بتكون يعني نوعا ما قريبه للبريتل بيهيفير بس هي ستيل داكتايل. بهاي الحاله بيبين معنا قيمتين للميد سترينث، اذا بنساوي تنسال تيست بيطلع بيطلع معنا قيمه معينه للميد سترينث بتكون يعني صغيره نوعا ما، واذا بنساوي كومبريشن تيست بيطلع معنا قيمه مختلفه للميد سترينث بتكون اكبر من قيمه الميد سترينث تبعتها. طيب اذا بالنسبه للتو ثيوريز السابقات كان عندنا قيمه واحده للميد سترينث اللي هي اس واي نفس التنشن نفس الكومبريشن. هنا بالنسبه للكولوم وورك برضه في واحده شبيهه بنسميها مور ثيوري، يكون عندنا قيمتين للميد سترينث، واحده بنسميها اس واي تي تنسال ميد سترينث، واحده بنسميها اس واي سي كومبرسيف ميد سترينث. وطبعا الحال اس واي سي اقوى من اس واي تي. طيب في حاله ماتيريال زي هيك نضطر نستخدم الكولوم وورك ثيوري او فعليا المور ثيوري، في عندنا تو ثيوريز، واحده بنسميها مور ثيوري اجت الاول وبعد هيك اجت عندنا كولوم وورك ثيوري. طيب هسا هذول ثيوريز يعني فكرتهم متشابهه وبيعتمدوا على المور ثيوري. خلينا نطلع اول شيء على المور ثيوري. المور ثيوري هي جرافيكال ميثود، جرافيكال 100% يعني لازم نرسم رسم عشان نطلع. طيب هسا اول شيء اذا بدنا نستخدم المور ثيوري بدنا نرسم شيء بنسميه فيلير انفلوب. عشان نقدر نرسم فيلير انفلوب بدنا نجيب الماتيريال تبعنا ونساوي عليها 3 اكسبيرمنتس، نساوي عليها تنسايل تيست ونطلع اس واي تي، نساوي عليها كومبريشن تيست ونطلع اس واي سي، وبنساوي عليها برضه تورشن تيست ونطلع الشيريل سترينث اس واي اس. طيب بعد هيك عم نيجي نرسم المور سيركلز تبعت كل وحده. اول شيء عندنا قيمه اس واي تي، لاحظ الكيس اللي عندنا هي زي هيك تنشن يوني اكسل تنشن، فببساطه شكل المور سيركل تبعته راح يكون بالشكل التالي. نقطة هون على الريتم وهاي النقطة اللي هي اس واي تي، فهذه مور سيركل الأولانية هي بتمثل لنا التنسايل تيست وهاي قيمة التنسايل يلد سترينث. طيب بنساوي برضه كومبريشن تيست كمان مرة زي هيك وبنطلع اس واي سي، فعليا المور سيركل تبع الكومبريشن تيست راح تكون بالشكل التالي، هاي النقطة اللي هي نيجاتيف اس واي سي، النقطة الثانية زيرو وهاي اللي هي المور سيركل اللي بتمثل لنا الكومبريشن تيست. ولاحظ انه هاي السيركل اكبر من هاي السيركل عشان زي ما حكينا اس واي سي كانت قيمه اكبر من اس واي تي. طيب التست الثالث اللي هو تورشن تيست، تورشن تيست فعليا بعرض السبيسيمن او بعرض الماتيريال لبيور شير. طيب فاذا عندنا بيور شير المور سيركل تبعتنا راح تكون بالشكل التالي، هاي الزيرو هاي نقطة اس واي اس شيرين سترينث، كمان مرة هاي النقطة وهاي النقطة الاحداثيات تبعهم اللي هو نفس الريديوس تبع الدائرة. فهاي الدائرة النقطة اللي هون اللي هي اس واي اس. طيب إذا رسمنا هذول الثلاث دوائر بمعرفة اس واي تي اس واي اس واس واي سي. بعد ما رسمنا هذول الثلاث دوائر نيجي نرسم هذا الكيرف بحيث انه يكون مماس للثلاث. طيب بعد ما رسمنا هذا الكيرف هسه صار عندنا فيلير انفلوب بمثلنا ماتيريال معينه. طيب اذا عندنا ماتيريال معينه سمعنا عنها 3 اكسبيرمنتس، بعد ما رسمنا المور سيركل جينا رسمنا هذا الكيرف، هيك صار عندنا فيلير انفلوب بمثل هذا الماتيريال. هسه اذا في عندنا اي ستيت اوف ستريس مثلا عندي سيجما اكس سيجما واي تاو اكس واي، طيب بدي اشوف هل هذا ستيت اوف ستريس راح تسبب فيلير اذا كانت الماتيريال اللي هي بيمثلها هذا الفيلير بلوك، فباخذ هذا الستيت اوف ستريس وباجي برسم المور سيركل تبعها. طيب فهي نجيب مثلا رسمت المور سيركل اللي بتمثل لنا هذا الستيت اوف ستريس. هسه اذا المور سيركل كانت جوا من الفيلير بلوك معناته سيف مش راح يصير فيلير. اذا المور سيركل لامست الفيلير بلوك وقتها معناته يعني هون نحكي على كريتيكال او الفاكتور اوف سيفتي راح تكون قيمته واحد. اذا دائرة أصغر ما لمست معناته الفاكتور سيفتي قيمته أكبر من واحد. بس إذا جينا رسمنا مور سيركل طلعت زي هيك تجاوزت الفيلير بلوك تبع هذا الماتيريال، وقتها بنحكي إنه هون أكيد راح يصير عندنا ييلدينج وبالتالي قيمة الفاكتور سيفتي راح يكون أصغر من واحد. طيب هذه أول ميثود اللي هي المور أو مور ثيوري. طيب زي ما احنا شايفين مور ثيوري هي جرافيكال ميثود، يعني لازم يكون عندنا هذا الفيلير بلوك نرسم مور سيركل ونشوف اذا تلمسه او تتجاوزه او لا. طيب بعد المور ثيوري اجت كولوم مور ثيوري، كولوم مور ثيوري هي نوعا ما تعديل على المور ثيوري. فهون في كولوم مور ثيوري حكى انه الفيلير بلوك بدل ما ناخذه كيرف
مقياس على ثلاث دوائر، رح ناخذ خط مستقيم، فبما انه بدنا ناخذ خط مستقيم بكفينا نقطتين او بكفينا نساوي تو تيستس. فهون حكون انه رح نساوي بس تو تيستس، تنشن تيست وكومبريشن تيست. تنشن تيست بعطينا اس واي تي، وبالتالي بنيجي نرسم هاي الدائره. كومبريشن تيست بعطينا اس واي سي، فجينا رسمنا هاي الدائره. طيب اذا بعد التنشن تيست والكومبريشن تيست رسمنا هذول الدائرتين. هسه بعد هيك بنيجي نرسم في الانتيريور بلوك، اللي هو راح يكون عباره عن خط مستقيم مر على الدائرتين. طيب هيك صار عندنا فيلير بلوك بمثل لنا ماتيريال معينه. طيب بعد ما رسمنا هذا فيلير بلوك بمثل لنا ماتيريال معينه، هسه لو قلنا في عندنا اي ستيت اوف ستريس بدنا نشوف هل راح يسبب لنا فيلير ولا لا، فبنيجي بنرسم مور سيركل لهذا ستيت اوف ستريس. اذا كانت ما هيش ملامسه معناته سيف، مش راح يصير فيلير. اذا كانت ملامسه زي اللي شايفينها هون فمعناته كريتيكال، واذا كانت برا معناته اكيد راح يصير عندنا فيلير. طيب هسا هون هي الميثود بالاصل جرافيكال، بس بما انه الفيلير انفلوب خط مستقيم صفى سهل علينا نكتب ايكويشن عشان نحسب من خلال فاكتور سيفتي. كيف نكتب الايكويشن؟ كما مره اول شيء عندنا هذا فيلير انفلوب اللي هو يعني رسمناه بناء على قيمه اس واي تي اس واي سي. طيب هذه الدائره اللي هي بتمثلنا كريتيكال سيناريو. فببساطه هون رح نستخدم تشابه مثلثات، الريديس تبع هاي الدائره اللي هو اس واي تي على 2، الريديس تبع هاي الدائره اللي هو اس واي سي على 2، والريديس تبع هاي الدائره اللي هو سيجما 1 ماينس سيجما 3 على 2. بنستخدم تشابه المثلثات وتطلع معنا هذه الريليشن. طيب اذا هذه الريليشن هي بتمثل لنا كولب مور ثيوري، بتحكي لنا الفيلير راح يصير او الييلدنج راح يصير اذا قيمه سيجما 1 على اس واي تي ناقص سيجما 3 على اس واي سي اكبر او يساوي 1. اذا هذه القيمه اكبر او يساوي 1 معناته راح يصير في عندنا فيلير، راح يصير عندنا ييلدنج. اذا كانت هذه القيمه اصغر من 1 معناته سيف. طيب فاذا نحسب هذه القيمه، اذا اكبر من 1 معناته راح يصير عندنا فيلير. طيب كفاكتور سيفتي كيف ممكن نحسب فاكتور سيفتي؟ لاحظ انه القيمه اللي نحسبها هنا هي الانفرس تبع فاكتور سيفتي. يعني لاحظ هاي بتحكي لنا لما تكون اكبر من 1 معناته راح يصير عندنا ييلدنج. هسا احنا فعليا الفاكتور سيفتي فكرته انه لما تكون القيمه اصغر من 1 بصير ييلدنج. فببساطه الانفرس او المقلوب تبع هاي هي قيمه ستات فاكتور سيفتي. طيب اذا ستات فاكتور سيفتي اللي هو الانفرس تبع هذا الترم كامل، هاي بتكون قيمه ستات فاكتور سيفتي بحسب كولوم مور ثيوري. طيب خلينا هسا على الكولوم مور ثيوري نتخيل الكيس تبع بلين ستريس 2D. في عندنا تو برنسبل ستريس سيجما اي وسيجما بي، وافترضنا انه سيجما اي اكبر من سيجما بي، وراح ناخذ 3 كيسز اللي اخذناهم قبل هيك لما طلعنا على الماكسيم شير ستريس. اول مره راح نفترض انه سيجما اي اكبر من سيجما بي اكبر من زيرو، يعني الثنتين بوزيتيف. مره ثانيه راح نفترض سيجما اي بوزيتيف سيجما بي نيجاتيف، الثالثه الثنتين نيجاتيف. طيب فاول مره لما يكونوا بوزيتيف هاي راح تكون سيجما 1 وهاي راح تكون سيجما 3، بنعوض في الايكويشن اللي فوق فبيطلع معنا ان الفيلير راح يصير اذا سيجما اي اكبر او يساوي اس واي تي. طيب هون في هاي الحاله سيجما اي راح تكون سيجما 1 وهاي راح تكون سيجما 3، بنعوض في الايكويشن اللي فوق فطلعت معنا هاي الايكويشن تيرمز سيجما اي وسيجما بي. الحاله الثالثه الصفر اللي هي سيجما 1 وهذه اللي هي سيجما 3، بنعوض في الايكويشن اللي فوق فبيطلع معنا الفيلير بصير اذا سيجما بي طبيعه الحال احنا بنحكي على نيجاتيف فاليو سيجما بي اصغر او يساوي نيجاتيف اس واي سي. طيب هذول الثري كيسز اللي عندنا بدنا نرسمهم على السيجما اي سيجما بي بلين. فهاي زي المره اللي فاتت حطينا سيجما اي اكسس سيجما بي اكسس. الايكويشن الاولانيه تعطينا هذا الخط. الايكويشن الثانيه تعطينا هذا الخط، الايكويشن الثالثه تعطينا هذا الخط. ف نمشي مع القيمه الاقل من الثلاثه فطلع معنا هذا الشكل. طيب هسه بناخذ العكس، نشتغل سيجما بي اكبر من سيجما اي فطلع معنا بقيه الشكل. طيب اذا هذا هو الفيلير انفلوب بحسب الكولوم مور ثيوري اللي هو بطبيعه الحال احنا بنحكي هون على
2D. بعد 2D او Advanced Virtual Reality كاميرا نتلعب بها من العنوان. لاحظ هاي هي قيمة SYT Tensile Yield Strength وهاي قيمة SYC Compressive Yield Strength. عندي أي State of Stress قيمة سيجما A سيجما B بطلع النقطة إذا كانت جوا الفيلر انفلوب معناته سيف برا معناته فيلر. طيب بعد ما شفنا الفيلر انفلوب هسا بدنا نشوف الكيس اللي هي دائما نحكي عنها اللي هي بيور شير. بيور شير زي ما احنا عارفين اللي هي على امتداد الخط هذا اللي هو في الكوادرنت الثاني والرابع على الزاوية 45 اللي هو ببساطة يعني بيور شير نحكي انه قيمة الشير تساوي قيمة سيجما 1 تساوي نيجاتيف سيجما 3. طيب لما نحول هذا في الايكويشن اللي فوق ونحاول نحسب احداثيات هاي النقطة احداثيات هاي النقطة اللي نسميها SYS شير سترينث. طيب فقيمة الشير سترينث لما نحول هذا الحكي في الايكويشن اللي عندنا فوق راح يطلع معها SYS شير سترينث بحسب الكولومور ثيوري بيساوي SYT في SYC على مجموع SYT زائد SYC. طيب هيك فعليا خلصنا من الكولومور ثيوري. طيب بس انا بدي اشرح لها شغله فعليا بحسب الكولومور ثيوري هذه هي هذا هو الفيلر انفلوب هاي مثلا قيمه الشير سترينث. طيب لاحظ لو كانت عندنا قيمه SYT بتساوي SYC شو اللي راح يصير؟ مثلا خلينا نطلعها هنا لو SYT تساوي SYC يعني خلينا نحكي بتساوي SY فهاي راح تطلع معنا SY سكوير على 2 SY فهاي راح تنهاي مع هاي فطلع معنا الشير يلد سترينث تساوي يلد سترينث على 2 فهاي هي البريدكشن تبعت الماسس. وفعليا لو كانت SYT و SYC متساويات فعليا الفيلر انفلوب راح يصير في شكله بالشكل التالي. اوكي ببساطة يعني هذه ثيوري في كولومور ثيوري لو افترضنا انه اليلد سترينث تبع تنشن واليلد سترينث تبع كومبريشن متساوي بتصفي هي نفسها الماكسيمم شير ستريس ثيوري. فهاي ممكن نتخيلها كانها اكسبانشن للماكسيمم شير ستريس ثيوري للكيسز اللي بيكون في عندنا قيمتين لليلد سترينث قيمة للتنشن وقيمة للكومبريشن. طيب هاي ثيوري اللي هي بنسميها الكولومور ثيوري. نجي هسه للنوع الثاني من الماتيريالز اللي هي brittle materials. لما نشوف الفيلير ثيوريز يستخدمها brittle materials. طيب زي ما احنا عارفين brittle materials البيهيفير تبعها خلال tension test و compression test مختلف عن ductile materials. brittle materials بشكل عام ممكن يصير فيها يدك اشي بسيط وبعد هيك يصير عندنا fracture او كثير brittle materials بضلها ماشي زي هيك اللي مناسب على طول تنكسر. طيب فهون بالنسبه للبريتل ماتيريالز ما فيش عندنا قيمه يلد سترينث ما بنقدرش نطلع قيمه اليلد سترينث في الغالب من خلال التنسايل تيست. القيمه اللي بنطلعها من خلال التنسايل تيست اللي هي اس يو تي تنسايل تي هي اس يو تي هي التيميت تنسايل سترينث. طيب وبرضه بالنسبه للبريتل ماتيريالز مهم نسوي عليها كومبريشن تيست بنطلع من خلال كومبريشن تيست قيمه اس يو سي التيميت كومبرسيف سترينث. زي ما احنا عارفين بالنسبه للبريتل ماتيريالز دائما قيمه اس يو سي اكبر من اس يو تي وحالتها ممكن تكون يعني اكبر بكثير ممكن تكون يعني ثلاث اضعاف او اربع اضعاف. طيب اذا هنا كمان مره بالنسبه للبريتل ماتيريالز ما فيش عندنا قيمه يلد سترينث في عندنا قيمه التيمت ومش قيمه واحده للالتيمت في عندنا قيمتين في عندنا اس يو تي تبعت التنشن في عندنا اس يو سي تبعت الكومبريشن. طيب كيف بدنا نتعامل مع البريتل ماتيريالز؟ طيب هسه لما يكون عندنا بريتل ماتيريال بتتعرض ل 2 دايمنشنال ستيت اوف ستريس في هالحاله اكيد لازم نستخدم فيلير ثيوري عشان نقدر نحدد اذا بده يصير عندنا فيلير ولا لا وبرضه عشان نحسب قيمه الفاكتور سيفتي. ففي عندنا اكثر من فيلير ثيوري او بسميها هون فراكتشر ثيوري ممكن نستخدمها مع البريتل ماتيريالز. اول واحده اللي هي الماكسيمم نورمال ستريس ثيوري. لاحظ بالنسبه للدكتور ماتيريالز كنا نحكي ماكسيمم شير ستريس ثيوري هنا في عندنا ماكسيمم نورمال ستريس ثيوري. الماكسيمم شير ستريس ثيوري تبعت الدكتور ماتيريالز زي ما حكينا اجت بناء على الاوبزرفيشن انه بعد اليلدنج بصير عندنا سليبنج للذرات على زاويه 45 والفراكشر بصير على زاويه 45 فحكينا انه الفراكشر هناك بينتج نتيجه الشير ستريس. طيب بالنسبه للبريتل ماتيريالز خلال التنسايل تيست لما تنكسر تنكسر بشكل عمودي على اللود فهي فعليا هون بنقدر نحكي انه انكسرت بسبب النورمال
تنسال ستريس. طيب فبما انه انكسرت بسبب النورمال ستريس يجي لنا هون الماكسيم نورمال ستريس ثيوري. طيب بحسب ماكسيم نورمال ستريس ثيوري اذا عندنا بريتل ماتيريال وعندنا قيمتين بطبيعه الحال اس يو تي تبعت التنشن اس يو سي تبعت الكومبريشن بدنا نحدد هل الماتيريال راح يصير فيها فراكشر ولا لا ونحسب قيمه الفاكتور سيفتي. فاول شيء بدنا نعرفه بدنا نروح نطلع قيم برنسبل ستريسز وهذا ما حكينا نرتبهم سيجما 1 سيجما 2 سيجما 3. طيب بعد ما طلعنا قيم برنسبل ستريسز نيجي بعد هيك نقارن بنقارن سيجما 1 اللي هي احتمال تكون تنشن اذا في واحده راح تكون تنشن راح تكون سيجما 1 فاذا كانت سيجما 1 تنشن بوزيتيف بنقارنها مع اس يو تي سيجما 3 اذا كانت كومبريشن بنقارنها مع نيجاتيف اس يو سي. فهون ببساطه الفيلير راح يصير اذا كانت سيجما 1 اكبر من التيميت تنسايل سترينث او سيجما 3 اللي هي ممكن تكون نيجاتيف اصغر من نيجاتيف اس يو سي اللي هو الالتيميت كومبريسيف سترينث تبع الماتيريال. فهون ببساطه نساوي مقارنتين هاي وهاي اي واحده منهم تتحقق معناته يصير عندنا فيلير. يعني لو طلعت معانا سيجما 1 اكبر من اس يو تي معناته راح يصير عندنا فيلير بسبب التنشن. اذا طلعت معانا سيجما 3 اصغر بالنيجاتيف من نيجاتيف اس يو سي معناته راح يصير عندنا فيلير بسبب الكومبريشن. طيب فاذا اي واحده تتحقق من هذول معناته راح يصير عندنا فراكشر. طيب فاكتور سيفتي كمان مره هون بما احنا عندنا مقارنتين يعني لازم نحسب فاكتور سيفتي باستخدام هاي باستخدام هاي. فببساطة factor safety يساوي SUT على stress sigma 1 أو SUC على stress sigma 3. كمان مرة هنا بحكي أنا كنيجاتيف يعني فعليا هي نيجاتيف SUC على sigma 3 عشان راح تكون بالنيجاتيف. طيب فنحسب هذول القيمتين وناخذ القيمة الأصغر من الثنتين. فيعني نحسب factor safety هون نحسب factor safety هون ناخذ القيمة الأصغر من القيمتين هاي بتكون قيمة factor safety تبع. طيب لو جينا نرسم فيلير لوب تبع هاي الماتيريال اخذنا الكيس تبع 2D بلين ستريس واحترضنا في عنا برنسبل ستريس سيجما A وسيجما B. هسا لو افترضنا انه سيجما A اكبر من سيجما B وعوضنا فوق فراح يطلع انه فيلير راح يصير سيجما A اكبر من SUT او سيجما B اصغر من نيجاتيف SUC. لو عكسنا راح يطلع معنا طيب هذا الحكي بدنا نرسمه على سيجما A سيجما B بلين. طيب فأول وحدة اللي هي سيجما A أكبر من SUT تعطينا هذا الخط. أوكي. الثانية سيجما B أصغر من نيجاتيف SUC. هاي سيجما B هاي نيجاتيف SUC تطلع معنا هذا الخط وهذول الثنتين يعطونا هذول الخطين. طيب إذا ناخذ هذا الشكل هذا هو ببساطه الفيلير لوب تبعنا. فاذا عندنا هي سيلف ستريس اذا النقطه داخل الفيلير لوب معناته سيف واذا برا الفيلير لوب معناته سيف. الفيلير اذا نحسب فاكتور سيفتي زي ما حكينا نحسب القيمتين هنا وناخذ القيمه الاصغر من ناحيه الماجنتيود هاي تكون قيمه الفاكتور سيفتي. طيب هاي اول ثيوري اللي هي ماكسيموم نورمال ستريس. طيب ماكسيموم نورمال ستريس ثيوري كويسه بس فعليا ما هيش دقيقه. لما يكون عندنا داتا في الكوادرنت الثاني او الكوادرنت الرابع اللي هي الكيسز اللي بصير فيها شير او يعني بصير فيها مثلا واحد من الكومبوننتس تنشن والثاني كومبريشن في نفس الوقت لاحظوا انه الماكسيموم شير ستريس ثيوري ما هيش لاحظوا انه الماكسيموم نورمال ستريس ثيوري ما هي دقيقه لهي الكيسز. ف اجوا هنا استخدموا كولومور ثيوري. طيب كولومور ثيوري هي نفس الكولومور ثيوري اللي استخدمناها قبل هيك للدكتار ماتيريالز راح نستخدمها برضه للبريتل ماتيريالز. بس هون الفكره هناك كنا نحكي عن اس واي تي اس واي سي هون بدل الين سترينث راح نستخدم التمس سترينث. فهون راح نحكي انه في عندنا قيمه اس يو تي و اس يو سي والكولومور ثيوري راح تضلها زي ما هي. طيب فاذا كولومور ثيوري هنا بس عشان ما يصير راح اسميها بريتل كولمور بما انه نستعمل مع قيمه الالتيميت بدل قيمه التنشن. طيب هاي اخذنا 3 كيسز تبعت سيجما اي وسيجما بي اثنتين اكبر من صفر واحده اكبر من الصفر واحده نيجاتيف والثنتين نيجاتيف. فطلع معانا هذول 3 ايكويشنز اللي هم نفس 3 كيس او 3 ايكويشنز اللي شفناهم قبل هيك بالنسبه للدكتايل ماتيريالز. طيب
خلينا نطلع هسه على الرسمة تبعت كل أمور. طيب خلينا هذه الرسمة تجمعنا أكثر من ثيوري، خلينا نطلع عليها. أول إشي دي عنا الشكل المربع الخارجي، الشكل المربع الخارجي اللي هو الماكسيمم نورمال ستريس. طيب غير عن هيك في عنا الكولومور ثيوري اللي هو هذا هو شكل الفيلر جروب تبع كولومور ثيوري. طيب اذا هسه في عنا ماكسيمم نورمال ستريس ثيوري وفي عنا كولومور ثيوري. طيب هسه كولومور ثيوري بطريقة حال هنا اس يو تي وهنا نيجاتيف اس يو سي. طيب هسه لاحظ انه الثنتين يعني لحد هنا بيشتغلوا. هسه لاحظوا انه المشكله اصلا في الماكسيمم نورمال ستريس ثيوري في الداتا اللي هون. لاحظ هاي النقاط اللي احنا شايفينها فعليا هذه التست سووها على جراي كاست. طيب فلاحظ كل واحده من هاي النقاط مثلنا يعني اكسبيرمنت جابوا عينه عرضوها لكومباينيشن من ستريس. كمان مره احنا هون عم نحكي على بيور توشن بيور شير، بيور شير هذا هو النقطه تبع بيور شير. فهنا لا يعني عندنا ستريس تنشن كومبريشن بس واحد اكبر من الثاني، يعني قيمه التنشن وقيمه الكومبريشن مش متساويه. طيب لاحظ اول شيء هاي النقاط اجت هون، فبالنسبه للماكسيم نورمال ستريس ثيوري هاي النقاط اللي انكسرت عندها العينات بحسب الماكسيمم نورمال ستريس ثيوري قاعده بتحكي لنا انه سيف. اوكي؟ الماكسيمم نورمال ستريس ثيوري بتحكي لنا هاي النقاط جوا البلوك فمعناته سيف. هاي المشكله في الماكسيمم نورمال ستريس ثيوري. انه يعني بتعطينا بريدكشن غلط بالنسبه لهي الكيسز. طيب بالنسبه للكولومور ثيوري هذا هو الخط تبعها. لاحظ هاي النقاط هاي اجت هنا يعني فعليا يعني كانت كونسرفتيف وحكت لنا انه هاي النقاط راح تسبب فيلير او راح تسبب فراكشر. طيب اذا يعني كويس هي كونسرفتيف بس ايش مشكله الكولومور؟ انه يعني كونسرفتيف كثير فعليا النقاط جايه لورا مش جايه على الخط ما هيش دقيقه. طيب فبسبب انه الكولومور ما هيش دقيقه اجوا ساووا تعديلات على الكولومور. شو التعديلات على الكولومور اللي سووها؟ اول تعديل اجوا حكوا راح نمشي الكولومور راح بدل ما نمشي زي هيك راح نمشي بهذا الخط المستقيم لحد هاي النقطه. هاي النقطه اللي هي تمثلنا التورشن في الشيء. طيب بعد هاي النقطه يعني جينا على خط مستقيم لحد هاي النقطه خليني ارسمها غير هالخطوط. طيب فاذا التعديل الاول للكولومور رح نمشي مع هذا الخط بدل ما نروح نكمل هيك الكولومور ضلوا ماشيين لحد هاي النقطة. هاي النقطة اللي هي تبعت بيور شير وبعد هيك وصلوا خط مستقيم ما بين هاي النقطة وما بين نيجاتيف اس يو سي. فكمان مرة هذا الخط المتقطع الداخلي اللي شايفينه اللي هو الكولومور الأصلية وهذا الخط الجديد اللي هو الموديفايد كولومور هاي يسمى الموديفيكيشن الأولى. طيب إذا موديفايد كولومور كيف بدنا نكتب الايكويشنز تبعته؟ فكمان مره بالنسبه للايكويشن الاولانيه تبعت سيجما اي اكبر من سيجما بي اكبر من زيرو تنتين بوزيتيف راح تضلها زي ما هي بس راح نحكي هاي راح نستخدمها اذا كانت تنتين بوزيتيف وبرضه اذا كانت واحده بوزيتيف وواحده نيجاتيف بشرط انه الريشيو تبعتهم اصغر او يساوي واحد. يعني هذا ببساطه بحكي لنا انه الايكويشن تبعت الخط العمودي مش راح تنتهي هنا زي الكولومور راح تكمل له. طيب اذا هاي الايكويشن الاولانيه او الكيس الاولاني. طيب هسه لما يكون عندنا وحده بوزيتيف وحده نيجاتيف والريشيو سيجما بي على سيجما اي اكبر من واحد وقتها هاي راح تكون الايكويشن الجديده تبعتنا اللي بنستخدمها. كمان نحسب هذا الترم اذا كان هذا الترم اكبر من واحد معناته فيلير إذا كان أصغر من واحد معناته سيف. طيب هسه كمان مرة هذه الإيكويشن من عندك ببساطة هاي الإيكويشن تبعت خط مستقيم. أكون راح نوصل خط مستقيم ما بين هاي النقطة وهاي النقطة. أوكي فببساطة هاي الإيكويشن تبعت خط مستقيم. طيب بالنسبة ل الكيس الثالثة تبع الخط الأفقي اللي تحت ما صارش عليها تغير لما يكون الثنتين نيجاتيف. فهاي هي نفس هاي. طيب هذا نسميه موديفيكيشن أول تبع كولومور ثيوري. هسه الموديفيكيشن الأول كويس ممتاز بس حاولوا يساووا شيء أدق
السبب انه زي ما احنا شايفين النقاط فعليا هاي حساباتها برا من الخط تبع الموديفيكيشن. فحكون راح اسوي موديفيكيشن ثاني راح نوصل ما بين هذول النقطتين، بس بدل الخط مستقيم راح احط بارابولا. اوكي، فاجي احط هذا البارابولا ما بين هاي النقطه وهاي النقطه. طيب هاي نسميها موديفيكيشن الثانيه للكولومور. فهاي الموديفيكيشن الثاني، هاي نفس هاي ما فيش عليها تغيير، وهاي نفس هاي ما فيش عليها تغيير. التغيير صار بيكون واحدة بوزيتيف وواحدة نيجاتيف، والريشيو أكبر من واحد. هون كانت عنا زي ما احنا شايفين هذه الإيكويشن اللي هي الإيكويشن تبع الخط مستقيم، هون صارت عنا هذه هي الإيكويشن اللي هي الإيكويشن تبع البارابولا. كمان راح نحسب هذا الترم، إذا كان أكبر أو يساوي واحد فبالتالي نحكي إنه بصير عنا فيتير. طيب إذا نحسب فاكتور سيفتي بتصور يعني صفة الفكرة واضحة. دائما فاكتور سيفتي أي واحدة اللي سترينج مع ستريس. بالنسبة لهاي فعليا بما انه نحكي الفيلير راح يصير اذا هذا الترم اكبر من واحد، فالفاكتور سيفتي هو الانفرس. يعني باخذ هذا الترم كامل بحسبه، باخذ الانفرس من الكلوب تبعه وطلع عندي فاكتور سيفتي. نفس الشيء هذا الترم كامل بحسبه واخذ المقلوب تبعه، وهاي هي بتكون قيمه الفاكتور سيفتي بحسب موديفاي 2 ثيوري وهنا موديفاي 1 ثيوري. طيب في عندنا هون 2 موديفيكيشن زي ما حكينا، أني أدق واحدة فيهم فعلياً، والموديفيكيشن الثاني هي أدق واحدة للديتا اللي في الكوادرنت الرابع أو في الكوادرنت الثاني. في الكوادرنت الأول اللي هو يعني قيمتين اثنتين تنشن، أو في الكوادرنت الثالث قيمتين اثنتين كومبريشن، كل الثيوريز بيعطونا نفس البريدكشن. يعني سواء ماكسيمم أو ريسيرس ثيوري أو كولومور أو مونيفايد كولومور، لاحظ إنه يعني نفس الشيء في الكوادرنت الأول في الكوادرانت الثالث، وفعليا الثنتين دقيقات. الاختلاف بصير في الكوادرانت الثاني والكوادرانت الرابع. طيب هنا بدنا نروح لشغله قيمة الالتيميت شير سترينث. لاحظ انه هنا فعليا قيمة الالتيميت شير سترينث اللي هي هاي المرة، هاي خط اللي بيمثلها البيور شير او توشن تيست. لاحظ انه بالنسبة للبريت ماتيريالز ببساطة قيمة اس يو اس الالتيميت شير سترينث تبع الماتيريال بيساوي قيمة اس يو تي. هذا بالنسبة للبريت ماتيريالز، الالتيميت شير سترينث تبع الماتيريال بيساوي فعليا قيمة الالتيميت تنسال سترينث تبع الماتيريال زي ما نشوف. النقطة جاية على هاي هنا ببساطة بحكي انه هذول القيمتين متساوية، بينما لما كنا نحكي على الدكتا ماتيريالز قيمة الاس واري اس كانت مثلا بحسب الـ distortion energy theory 0.577 من S yield strength تبع التنشن، هذا بحسب DE theory، أو SYS بتساوي 0.5 SY هذا بحسب MSS theory. طيب إذا هيك بنكون خلصنا من هذا chapter 5 اللي هو كان موضوع عن static failure. شفنا كيف ممكن نحسب قيم static factor safety في الحالات المختلفة لأنواع مختلفة materials. بس تنبيه أخير بالنسبة للموديفيكيشن الثاني تبع كل مور، فعليا أنا لاحظت إنه في الإديشن الحالي من الكتاب الحاشرة وحتى في التاسعة بطلوا يحطوه لسبب ما، بس هو فعليا يعني في موديفيكيشن ثاني زي اللي حطوا فيه هو فعليا أدق من الموديفيكيشن الأول. طيب إذا هيك بنكون خلصنا من الشابتر، خلصنا من هذا اليوم. يعطيك العافية.